علاش اخوتي تقصت نبدا هذا الفيديو بديك الخبر؟ لان بحال هاد الاخبار هادو تيسبوا لي اضطرابات نفسيه وهزات قلبيه ورعديه وتدمر وحاله من الياس والشعور بالهديان والغثيان. اي والله اخوتي كنحس براسي محبط منكسر مدمر منزعج، لان هاد المجرمين لم يعودوا يكلفون انفسهم حتى عناء البحث وابتكار اساليب معقوله وحديثه واكاذيب جديه لخداع القطيع. فهمتوا كيفاش؟ يعني تيكذبوا علينا هيدا بالعلالي زعما بحال اللي حنا بقر، تيكذبوا علينا عين باين، بحال اللي تيسرقوا لنا الثروه تاعنا عين باين. قال لك لن نقبل ان يختبئ اي فاسد وراء الحزب، وهو الحزب كامل فاسد باطوره ومؤسسيه وجماهيره حتى اذا كان عند مو شي جماهير. الحزب اصلا تأسس لحماية الفساد والمفسدين. الحزب تم إنشاؤه لخدمة الفساد والمفسدين كما يعلم الخص والعام في الزريبة. هما تيقولوا لنا هذاك الضبع اللي تيشري ليسانس بدرهم ونص وتيبيعوا للمغاربة ب 15 درهم على أقل تقدير، تيقول لنا لن نقبل أن يختبئ أي فاسد وراء الحزب. يا الشلهبي يا ولد الشلهبي. ولكن عندهم الصح اخوتي، ملي كتبقى تحقق مزيان وملي كتبقى تفكر مزيان كتلقاهم عندهم الصح، لان الشعب اصبح جثة هامدة وجامدة لا يفعل شيئا. وشعيب عبد الله كيشريو ليسانس ب 150 فرانك 30 ريال 150 فرانك درهم ونص وكيبيعوه ب 15 درهم. لا مصيبة هادي، رغم ان ما تيديروا والو، الليسانس والمازوت كتجيبو روسيا حتى للشواطئ المغربيه، يعني المخزن المافيا تيمشيو يشارجيو ويهبطو ديكشي للزريبه 10 كيلومتر، ما كيخلصو لا تكاليف النقل ولا تكاليف التخزين ولا تكاليف العبور والممرات والقنوات ولا هم يحزنون. ومع ذلك ما حنوش فيك الشعب. علاش؟ السؤال الذي يطرح نفسه بجديه، علاش؟ لان الشعب خواف جبان، ضريبة الخوف راه تنقولها لكم دائما أيها الجبناء أيها الخوافة، إنكم لن تنعموا بالأمان ولن تنعموا بالنعمة بعد اليوم. جاء الوقت لتغيروا منهجية تفكيركم، جاء الوقت باش ما تبقاش تخلعكم نظرية المخزن ما معاهش لعب، والمخزن هو أكبر لعب وهو اللي تلعب مع باباكم وانتم ما تتحسوش ما تتفهموش. ألعبوا معاه بالذي يجب أن تلعبوا به، ما فهمتوش إيه؟ مزيانة تبارك الله، العصابة كتشري المازوت وليسانس ديال الرصوص والسفن اللي كتبيع ليسانس للعصابة مباركية حدانا، حدا البحر ديالنا، فهمتي كيفاش؟ والمخزن ما تيدير والو، المخزن كيعمر وكيهبط للستاسيونات اللي عندنا حنايا في المغرب. وأنا قلت لكم بلا تكاليف الشحن ولا تكاليف النقل ولا الطاكس ولا هم يحزنون. وكيشريه بدرهم ونص اخوتي، درهم ونص، ومع ذلك البشر باقي كيتشكى على الاثمنه ديال ليسانس ومازوت. ما كيحشموش هاد المافيا اخوتي، والله ما تيحشموا. هادشي اخوتي ما عندوش بزاف ديال المعاني وبزاف ديال الشرح. اللي حاكمينكم حاسبينكم نتوما بقر، هادشي اللي كاين. اي والله، والله كانوا كيحترموكم وكيعترفوا بكم بشر، اما يديروا هادشي هذا. والله تسنود ماشي الثوره في المغرب، تسنود الثوره والانتفاضه والقومه والصداع والروينه والحرب الاهليه. بزاف كيفاش كيشري ليسانس بدرهم ونص يبيعوا لي انا 15 درهم؟ وهذه سميتها الشفره، سميتها السرقه بالطيطاي بالعلالي، ما عندها شي سميه اخرى. افيق الشعب المكلخ فيق، وعادك مغليين على بابك بصل وبطاطا ومطيشه، وخارج ما حشمان ما حتى شي حاجه، خارج كتبكي على سعد المجرد. الشعب حماق اخوتي، مسطيح ولا كنهضروا عليه؟ خارجين كيغوتوا، قال لك اسيدي نودينو فرنسا. ندين فرنسا الإرهابية والقضاء الفرنسي الظالم المتحيز وكذا، لقد ظلم سعدنا. نساو يما في مطيشة مسكين، نساو يما في مطيشة وبصالة والعدس وقصبر ومعدنوس، مشا كيدافع عليه على سعد المجرد، كيدافعوا على واحد خانة مغتصب الأطفال ومغتصب البنات. أهلا مزيانة ناصر الزفزافي المخزن ضربوا ب 20 سنة هو ورفاقه، وتقول شي واحد نطق اللهم هذا منكر، مع العلم ان السيد ما اغتصب ما حتى شي حاجه، كان كيدافع كان كيطالب بسبيطار في المدينه ديالو،
لان الناس مراتين بالكانسير تما الله يشت، والشعب كامل بدا كيقول لك خائن ما خائن في صالي. وسعد المجرد ها المغتصب الفاجر الفاسق ها، وانا دوكي غوتو قال لك اسيدي فرنسا، فرنسا تتعدى علينا، فرنسا عندها الحسابات مع سيدنا، سيدنا راه قضى على الوجود الفرنسي في افريقيا وتتنتقم منو تتسد ليه المغني تاعو. العذاب أبا بعد جمجمة عند هاد العيات الخوا ديالي. شفتي واصل عمري ما شتو انا السوق يغوت في فيسبوك والتويتر والتيك توك ها واليوتيوب ها لابسين التراخي تا هما جالسين في الطونوبيرات. سيدنا هادشي راه ماشي معقول، انا فرنسا راه الغرض تاع سيدنا ماشي مجرد امشي لد. انا مزبل فيك الحمار، امشي اجرو انا نزبل في يمك الحمار. فرنسا فيها شي حاجه اسمها القضاء المستقل، سمعتي اجرو العياش؟ فرنسا ما فيها شي باك صاحبي، فرنسا ما فيها شي الو ضرب لي هذا بعشر سنين وعشرين سنه الو بري هذا، فرنسا ما فيها شي هادشي الحمار. العقليه د المطرنين د المكلخين اه، ندافع انا على سعد المجرد. علاش غادي ندافع على سعد المجرد؟ سعد المجرد ولا غيره شي واحد كيغتصب البنات، علاش انا غادي ندافع عليه؟ ها انت مغتصب للفتيات ها، كيفاش القضيه السلطويه وكذا؟ قال لك انت باغي واحد يكون دمو بارد، امشي غنيها لهم دابا في الحبس في فرنسا ليماك، امشي واخا ديك نوس هرقراقي ديالنا بالحق تعاود الراسه حتى هي. قالوا لنا ديالنا اخي ما نعرف، كنت كنسمع انا نوس هرقراقي طنجاويه بالحق ما نعرف تعاود الراسه دابا في هاد الساعه. نهار اللي سقساوها في الدوزين في ديك الشو ولا رشيد الشو ولا التخربيقه، قال لها اخورا وهاد الديسكو الزوين تاع سعد المجرد يا معلم، انت معلم لما توقف انت، احنا اللي بنجلس لما تجلس انت بتوقف، ولما تقصد سعد وهي تعوض لك الجلسه ديالك تعرف. اه نزار كراك عاودت لك الجلسه هيدا والكاميرا ركزت عليها وقالت له وشنو غادي يقصد؟ غادي يقصد سيدنا الحبيب تاعنا، الزين تاعنا، الغزال تاعنا، الفركوس تاعنا، البوغوس تاعنا. اه تيعرفوا من اين تؤكل الكتف هاد القوالات وهاد المصيبه الكحله. انهم يعرفون جيدا من اين تؤكل الكتف. ودابا يمشي ياكل الكتف في الحبس في الكارسل. قال لك راه تيغني على سيدنا، سيدنا هو المعلم يا معلم، المعلم دفران شمن معلم والشعب ما جابرش حتى بصل وقصبرو معدنوس ها، هو معلم باش معلم، المعلم هو اللي الشعب ديالو واكل مزيان بحال بايدان وبحال بحال هذاك ديال كوريا الشماليه وبحال هذاك تاع الشينوا وبوتين وهادو تاع اوروبا، هادو هما المعلميه الشده الكبار، لان الشعوب تاعهم كامله تتاكل عند الحنك حمار. اما الشعب الزاربي ما لاقي حتى البصله اخويا، تيقول لك المعلم تيقول لي لا. اما خسئتم درتو بينا الشوا، الله يشوهكم دنيا واخره. الشعب كامل خارج كيقول سيدنا بغينا البصله، سيدنا بغينا المطيشة، رمضان قرب، زعما كيصوموا زعما تيصوموا مزيان. ودابا غادي تبقى تسمع ديك الحلقات التافية وديك الأسئلة التافية، عرفتوا ياك ملي كيقرب رمضان كاملين كيبقاو يسقسيو ديك الأسئلة. لقد كنت أتوضأ وأتمضمض فإذا بي شربت كاس الماء، فهل يجوز لي ان افطر ام لا؟ ديك الاسئله اللي فهمتي ما عندها لا ما عندك كيفاش تبداها، حق ما تنسوك يقولوها فهمتي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، صدق الله العلي العظيم. لا فيها لا مزمزه ولا استنشاق ولا استنثار ولا هم يحزن. الوضوء كتنوض توضا وجهك كتغسلوه من الفوق الى التحت، كتغسل وجهك هيدا اون فوا مره وحده، يدك كتغسلو من لهنا لتحت من لهنا لتحت صافي. ديك الماء اللي كيبقى لك في يدك كتكوزها هيدا على الراس ديالك واحد 4 الصبعين هيدا، وهو عاوتاني كتمسح بها رجلك، كتمسح هيدا وكتمسح هيدا، اليمين كتمسح باليمين والشمال كتمسح بالشمال. ربي قال لكم هادشي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. كيقول ابن عباس عم الرسول حبر الامه،
كيقول في هذه القضيه الامه بغات تغسل، ربي قالنا مسحوا بالحق الامه بغات تغسل. اه والمهم هذا ماشي موضوعنا، ما عملكمش انا الركن المفتي هنايا، انا بيدي ما كنفهمش في هذا الشيء. ما علينا، العياشة كي غوتوها الخوة ديالي، بغينا البصلة سيدنا، بغينا العدس سيدنا، زيد لينا شوية سيدنا. كيحشموش الخوة ديالي، شعوب الأرض كاملة راضة تكثر إلا هما، هما مازال تيطلبوا من الدولة ومن الحكومة ومن المافيا، من الدولة تيطلبوا من المافيا تجيب لهم القود. وشوف هاد الأثمان ما غاديش يتبدلوا، غيبقاو هايدة وغادي يزيدوا. في التلفازة كيقولوا للشعب الأثمان تعرفوا انخفاضا، ها في الدوزيم وارتئام وهلم جرة أخبار المساء والظاهرة والتخربيق، وكاملين كيضحكوا إلى رديتوا لبلدك المودعات كاملين مبتسمات، ها كيوصيوهم زعما السعادة والهناء والتفاؤل وبطاطا موجودة، فهمتي كيف؟ ها كاملين كيضحكوا. وتعرف الأسواق انخفاضا في الأثمنة والأسعار، وكيمشيو للسوق إذا كيشبروا بوبري هذا شي شي بيع شريخه وفان كتعرف كيكون كيقفقف من الدوله، فهمت؟ بحال الاغلبيه الساحقه اللي كاينه في المغرب، الشعب خوفان من الدوله والدوله كامله تشمايت، الشمايت حكميناه هو تيخاف من الشمايت، وفهمت هذه؟ ام الصبله كانت شي دوله ستالينيه، شي دوله واعره الشدان كيقتلوا بنادم، قولوا شويه الا خفتوا عندكم العذر، اما انتم خوفانين من الحساوس، الحساوس هما اللي حاكمينكم، المنظومه كامله الحساوس. في التلفزيون كيقولوا لهم انخفاض الاثمنه، وفي اليوتيوب وفي فيسبوك كلشي كيقول لك الاثمنه كتشحط الخوا ديالي. سمعت الناس كيقولوا كندخلوا للسوق وكنخرجوا ما كنشري والو، واحد قال لهم السردين قليتها بالماء، عرفتي كيفاش بنادم غادي يقلي السردين اخوتي بالماء؟ والمعنى ذات الشيء اخوتي ان الاثمنه لن تنخفض، حيت كيشوفوكم ساكتين، هادشي اللي هذا هو السبب، الاثمنه لن تنخفض، وبالتالي عليك ايها الشعب ان تتاقلم مع الوضع الجديد كما عودتنا أن تتأقلم مع ألوف الأوضاع الجديدة التي تسحب منك إنسانيتك وكرامتك وانت قابل عليها. إيوا دابا موت بالجوع قبل، هادشي اللي كاين. عليكم أيها الجائعون والجائعات أن تتأقلموا مع الوضع الجديد. نو مانجاري. كما تأقلمتم مع الحالة التي كانت قبل أن ترتفع أثمنة البصل والطماطم والبطاطس. الشعب ساكت وكيبكي وكيغوت، والله ما هجمتوش عليهم، الهجوم الكاسح. واش ما عندكمش التلفزيون؟ ما كتشوفوش الناس كيفاش كيحتجوا في الدول الاخرى؟ ها كيهجموا، كيهجموا على البرلمانات، على الكوميساريات، على القصور الرئاسيه، على الدوله. وسدني سحاب له، هذا هو الحال، ما كاينش شي حل اخر الخوا ديالي. والله لا شفتي حقك، واخا تعيا تبكي تما، واخا تعيا تدمع، والله لا داوها فيك. ما حد ما شافوش القوات الأمنية، ما يسمى القوات الأمنية كتاكل الدق والعصام عند الشعب، والله لا عاوتوا راسهم. واش خصنا نبقاو نعاودوا لكم هاد الحاجة ألف دناوبة باش تفهموها؟ أغوت نخطط دمع، والله لا عملوا لك شي حاجة، وما شافوش المواجهة، ما شافوش المواجهة ما غاديش يعاوتوا راسهم. المواجهة هي التي تحكم، ملي غادي يشوفوا الشعب كتجي عنده القوات القمعية، ها هذوك اللي كيخلعوكم ببرد كانت طرق 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 وما سوقو بخاوي، ملي غادي يشوفوا هادوك كيجيو لعندكم وانتوما كتوقفوا في بلاصتكم، ها ضرب فيا نضرب فيك، ديك الساعتين بطاطا غادي ترجع بدرهم، وماطيشة غادي ترجع بدرهم ونص، حيت غادي يعرفوا بأن الشعب عوال على خزيت. أما ما حدهم كيشوفوا مردة واحد كيجري على أمة، أولا 10 د المرود كيجريو على 100، أولا كيشوفوا 20 كيتظاهروا بالتصفيق، سي نورمال غادي يقولوا هذا الشعب ما عطي لي ما الجوع وشكون ما في السوق وخاوي. هذه المعادلة أخوتي، بغيتوا تاكلوا، بغيتوا تهمهموا، وكلوا الدق شويش ووكلوهم شويش الدق، هذيك الساعتين غادي تعوض القضية. ما حدكم ساكتين وكتبكيو والو، ما غاديش يرحموكم بالدموع ديالكم، ما غاديش يرحموكم بالدموع ديالكم، هذه سولوها من راسكم هذه. قال لك يشوفونا كنبكيو، وغادي يحنوا فينا، حنوا فينا سيدنا، حن فينا يا سيدنا. دابا هاد الناس حومق، هادو هاد الناس حومق، هادو هاد الناس هادو ما بقاوش كيعرفوا بان الحكم ليس تشريف وانما تكليف. راه المالك مكلف انه يحقق الرفاهيه للشعب ديالو، هذيك الخدمه ديالو هي هذيك، وانتم كترغبوا فيه كتزوقوه على بصار. ايه والله والله العظيم اخوتي شفتهم كيزوقوا فيه. سيدنا حن فينا يا سيدنا،
سيدنا والله الا البصل غير يا سيد. واش الشعب حماق مسطي؟ واش دابا سيدكم هو اللي كيصنع البصله الاصل ديماكم؟ ها سيدكم هو اللي كيخلق البصله وكيخلق مطيشه يا المشركون؟ ها شعب جاحد. قال لك علاش فينا الجوع علاش كذا؟ اه باقي ليماكم باقي زي كثار مزي في الطريق كثار ما بغيتوش تنتبهوا. شعب يعبد الاصنام ويتلدد بعباده الاصنام، الاصنام البشريه، الاصنام اللحميه. راه الاصنام ماشي دائما كتكون من الحجر اخوتي بحال اللي عندنا في المغرب. بنادم كيعبد بشر اخوتي، اصنام بشريه وفرحان براسو. قال لك الدوله اه المقدسات اه الدوله اه سيدنا اه خط ازرق اه. وقال يمك بالجوع خط احمر وازرق. قال امك بالجوع الى الابد. انت باغيه واحد يكون دمه بارد تلعبي عليه العشرة. اسعلا دي يا سيقا صاحبي مشكلة اسعلا مشكلة. وديك بابا عاوتي احنا المغاربة احنا المغاربة احنا المغاربة احنا المغاربة فرحان براسو مغربي احنا المغاربة احنا المغاربة. عرفتو عقلتو عليها يا بابا ديك السهرة كنتفكر ديك السهرة ديوم الاحد يوم السبت في المغرب في الثمانينات والتسعينات القهوة ديالي كوارث بشرية كوارث والله العظيم. كان اللي كيغني وملي كيسالي وكيقول الله ينصر سيدنا سيدنا ابو الحسن. العياشة هذيك الطبقة الفنية اللي عندكم العياشة اخويا. عمركم شفتوا شي سهرة في شي بلاد في العالم كيغنيو وملي كيسالي وكيقول والله ينصر ينصر سيدنا جون بايدن. والله ينصر سيدنا بوتين والله ينصر كذا كذا. ما والو عندكم غير انتوما. شعب غريب الخوة ديالي والله العظيم. كيغني حتى كيصدقوا الله ينصر سيدنا سيدنا محمد. وابقى يمك بالجوع دابا بقى بقى بالجوع دابا. اي والله شنو سحابكم دابا نتوما سحابكم نتوما هذا الغضب الالهي نزل عليكم هيدا فجاه السلام او لا ظلما والعياذ بالله. لا لا وما ربك بظلام للعبيد. انتوما كتستحقوا اكثر من هيدا لانكم تعبدون البشر عوض ان تعبدوا خالق البشر. سيدنا سيدنا البصله سيدنا ايه شوف من حالنا سيدنا البصله تتسوى قدام اه سيدنا اه بغيت البصله. شنو هذا الشعب هذا؟ الشعب كطالب بالديمقراطيه بالحقوق بالمستشفيات بالمعاهد النوويه ها بالقضاء المستقل ها بالتقدم بالازدهار. حنا ولينا تنقولوا ليه بغينا البصله احوا فيكم سهلوا فوقاش ما ينوض شي واحد مسكين النفيسه ديالو كتاكلو ينوضي يعمل الواجب اللي عليه ويكافح قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها باش ما كان. المهم فاصدع بالحق. كتجبرهم كيتاكلوا عليه كيبداو عليه خائن في صالي وسيدنا عسى الملك هادشي فاش عدقين. موت بالجوع لامك دابا العياش موت بالجوع موت بالجوع دابا شوف كيفاش دير دابا موت لامك بالجوع وبدا تقول سيدنا ونعت المناضلين بالخوانة والانفصاليين وكون انت بوحدك وطني انت بوحدك بقى وطني هيدا جائع هيدا والثروة تنهب والديكتاتورية وانت وطني وانت انت مرضي الوالدين ومرضي سيدنا وانت انت ستدخل الجنة عما قريب حال هيدا زعما تقريبا. واحد المناضل مسكين في اسفي اسمه التوار الا ما خانتنيش الذاكرة سفيان التوار ولا التائر ضربوه بشي عامين الحبس على سدوينة القمع والوحشية ولا قانون الغابوية. اه السيد شاب شاب في مقبل العمر كتب شي تدوينة هيدا ولا نقل شي تدوينة شي واحد نقلها هيدا وكتبها عامين ديال الحبس. قالوا له انك تتكلم عن المقدسات. دابا خوتي ملك مقدس المغاربة خصهم يعتبروا الدستور المغربي كيقول لهم خصكم تعتقدوا بان الملك تاعكم مقدس. سافودير ما تيديرش بيب لا ما تيديرهاش لا اه هو مقدس هو شبه اله فهمتي شبه اله ما تيحزق ما تيدير كاكا ما تيتقرع ما تيبول ما تيتعمش ما تي مقدس هذه مقدس ولا شنو معنى المقدس حمد مداوي الله يرحم يمك شنو معنى ديال الملك مقدس ومن المقدسات هو هادشي اللي كنقول ولا ولا كيقصدوا بها شي حاجه اخرى. يضحكني حامد مداوي ملي كيبدا يهضر على المقدسات تيقول لك لا هذيك المقدسات هذوك لا لا ما تقربوش المقدس. كيجيب لي التمام والله العظيم كيجيب لي التمام. المقدسات يا المقدسات
لقد حزن العياش بسجن المجرد ونسوا أن ثمن الطماطم والبصل لا يطاق بمجرد أن سمعوا أن المجرد سيسجن. ساكن صافي، نسوا البصلة ونسوا كل شيء. فخرجوا على غير عادتهم يدرفون الدموع ويصرخون من شدة الحزن والألم ويتوعدون فرنسا بالانتقام ويتوعدون فرنسا بالهجوم الكاسح والتدمير الشامل. ولقد صدق أبا سعد حينما غنى احنا المغاربة احنا المغاربة، نحن حقا فصيلة جديدة لا تنتمي للسلالة البشرية المعروفة، نحن شيء آخر عجننا وطبخنا المخزن كما يريد. هاتي اللي كاين، احنا المغاربة احنا المغاربة. فرحان براسه فرحان براسه، كانت كتجيني الدوخة ملي كنسمعو كيغني ديك بنادم اخوتي. يلاه العادي المغاربة احنا المغاربة. كنت صغير كنبقى نشوف، كنمشي نجلس حدا التلفازة هيدا كنبقى نشوف فيها هيدا فهمتي، فين كنت كنقرا الخريطة المغربية. كنبقى نحانز زيدا في الملامح ديالو، كلشي كيغوت بعد بعد خلينا نشوفو السهرة. احنا المغاربة احنا المغاربة. كيفاش احنا المغاربة؟ احنا المغاربة قلبي الشعب الحزق والفقر، الشعب الحزق والفقر. فرحان براسو. كذلك من الاخبار اللي قريناها هذا الخبر هذا اللي كتشوفوا قدامكم، قال لك سيدي القوات المخزنية المغربية قادرة على سحق القوات الجزائرية. عيش النهار تسمع اخبار، ولكن هذا الخبر هذا لاهميته خصني نشوف شي بلاصة اخوتي باش نناقشوا معاكم. الله يمو هذا المخزن هذا اخوتي ما يقدر يدير والو، راه غير تي 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 تفوج على راسو بهاد الخبارات هادو، بس تيعلي المعنويات تاع العياشة والعبيد، تيقول لي شوف انا مازال قوي وصحيح عاد ندير والله تعال نضرب مقاوي. ما والو، حرفت له في بوليزاريو، بوليزاريو مجموعة من الرجال الصناديد عملوا لي يماه حقوق في راسو. المخزن قادر على واحد الحاجة، على الشعب يطرش فيه ويتوت فيه، شي حاجة أخرى ما قادر على والو أخر. واخا يكون عنده السلاح، لو سلمنا جدلا أنه مسلح ما قادر على والو، لأن السلاح بوحدو لا يكفي، خص العزيمة تكون عزيمة القتال. بلاتي نشف الحلق ديالي بعدا، بسم الله. ما ألد الحياة بعيدا عن غوغاء البصل وضجيج الطماطم وصراخ العياش في الزريبة. الروعة الحمد لله. كما لا يخفى على كل العقلاء في بلدنا أن هذا الخبر بحال هذا أخوتي عار من الصحة، أوكي؟ كذلك لا يخفى على العقلاء في أوطاننا أن الجزائر هي الهدف المستقبلي والحلقة المقبلة في مسلسل تدمير قوى الأمة. طبعا نحن لا نتمنى ذلك ولا نريد ذلك، ولكن هذا مخطط له منذ زمن بعيد. القوة الحية في الأمة مهددة، تم تدمير بعض منها والبعض الآخر لازال مهدد. خصهم يصنعوا منا حنايا دول على شكلة الأردن والمغرب وقطر، فهمتي بحال هيدا. أما الدول اللي عند الكرامة وعند المناعة لابد أن تدمر، وبالتالي هم يستعدون الآن من أجل هذا الهدف الخبيث ويمهدون لهذا الهدف الخبيث. وطبعا المخزن هو أداتهم الخبيثة، المخزن هو أداتهم المرشحة للقيام بهذه المهمة الخبيثة، بهذه المهمة اللئيمة، بالضبط بالضبط كما يفعلون اليوم بأوكرانيا لتدمير روسيا. أوكرانيا هي وسيلة لتدمير روسيا، هذا شيء معروف. طبعا نحن ضد أن تغزو بلد آخر، فهمتي بحال اللي عملت روسيا مثلا، دخلت الأوكرانيا واقتطعت بعض الأجزاء، نحن ضد هذا الشيء هذا. ولكن نحن كعقلاء نحن نعرف بأن الأهداف كانت مسطرة قبل أن تغزو روسيا الأراضي الأوكرانية، كان الهدف هو جلب روسيا إلى ساحة الصراع واستعمل أوكرانيا كهدف، عفوا كوسيلة. المخزن دابا ما كيهمهمش المخزن، المخزن لا يهمهم تدمر أم لم يتدمر، تكسر أم لم يتكسر. بالحق هما خصهم الجزائر، الجزائر تدمر وباغيين يدمروها بالمخزن، فهمتوا كيفاش؟ أنا واحد الحاجة نقدر نضمنها لكم، نعطيكم غارانتي،
الا مشى لا قدر الله وقعت شي حاجه بحال هيدا، شي استفزازات مباشره للاراضي الجزائريه من طرف المخزن ولا شي لعبه بحال هيدا، ويعول على المسيرات الاسرائيليه وكذا وكذا، فهمتي كيفاش؟ وربما القواعد الاسرائيليه وربما الجنود الاسرائيليين. فكونوا على يقين بان شعوب المنطقه وربما حتى شعوب الامه من الشرق سيهبون للوقوف مع الشعب الجزائري، لانهم كاملين كيعرفوا الخيانه ديال المخزن، وكيعرفوا الادوار الخبيثه اللي كيلعب المخزن ضد مصالح الامه العربيه والاسلاميه، فهمتوا كيفاش؟ المخزن ما كيدعمش القضيه الفلسطينيه، المخزن يدعم اسرائيل منذ نشاتها في 1948، عمره ما كان كيدعم القضيه الفلسطينيه. والحسن الثاني قال شعال هادي، قال قبل المبادرة العربية وقبل ما يعترف أنوار السادات بإسرائيل وقبل حرب 67، الحسن الثاني قال كنتمنى أن كل العواصم العربية تكون فيها سفارة إسرائيل، وكاملين بينا نعترفوا بإسرائيل. آه ولكن للقطيع كيقولوا له حنايا مع القضية كذا وكذا، خوتنا العرب المسلمين مقدسات. المخزن لا يؤمن إلا بمقدس واحد هو الساكن في القصر، هذاك هو المقدس وأفراد عائلته، أما شي حاجة أخرى ما كتهم لا الكعبة ولا المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى ولا هم يحزنون. هذه الديوان عندي. واحد الحاجة كذلك، واحد الحاجة رديت للبال، فوقاش ما تبقى تهضر الجزيرة والعبرية والقنوات أخرين على الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران ولقصف المفاعل النووية السلمية الإيرانية، كيخرج ديك هنا اللي عندنا في المغرب شفتو البارح واحد اللايف تما ما كنسمعش شنو كيقول ولكن عارفو شنو كيقول. العنوان ده اللايف ديالو ده المباشر، إيران كذا في الجزائر، إيران في الصحراء المغربية، إيران، فهمتوا كيفاش؟ يعني يصطادون في الماء العكر. أنا خصني نفهم دابا مثلا إذا كانت إيران دولة إسلامية وكتعاون مع الجزائر اللي هي دولة إسلامية وكتبيع لها مثلا المسيرات اللي عندها جودة مرتفعة، شنو العيب في هادشي هذا؟ ياك أنتم كتشريوا المسيرات ديالكم من إسرائيل ولا؟ ولكن كتصوروا للشعب بأن إيران هي اللي غلط وبأن الجزائر هي اللي غلط. أنا نقول لهاد الناس هادو اللي مصدعين بإيران، ما إيران أنا نقول لهم واحد الحاجة باش يعرفوا شكون هما الإيرانيين، أوكي؟ جاء في سنن الترمذي، مصدر سني، اوكي؟ جاء في سنن الترمذي، قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون امثالنا؟ كاينه واحد الايه في القران كتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. ولا ما بقيتوش معوطين راسكم غادي نبدلكم وغادي نجيب شي ناس اخرين وغادي يكونوا احسن منكم، اوكي؟ خطاب موجه للعرب. قال الراوي: وكان سلمان بجنب رسول الله، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه واله فخذ سلمان وقال: هذا واصحابه والذي نفسي بيده، لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حديث في كتب سنية، سنن الترمذي. يعني يا أخوتي انتم اللي بقى كتلعب عليكم ديك قناة إقراء والماجد وصفا ووصال، وانتم اللي مازال تتسمعوا للعريفي والنهاري وما شابه، ديك الزمرة ديال الوهابيين المتطرفين السلفيين، ها شنو تيقول الرسول صلى الله عليه وآله في إيران؟ ها شنو تيقول فيها؟ تيقول هادوك الناس هما اللي غادي يحميو الدين في نهاية المطاف. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وأنا بالمناسبة إخواني إخوتتي كنت قلت لكم في فيديوهات سابقة كاينة شي حاجة اسمها مخططات برنارد لويس، مشيو كتبوها في الجوجل وقراو عليها، هذه حقيقة ماشي كذوب. كاين مخططات مصادق عليها في الكونغرس الامريكي في الثمانينات، كيفاش يعبتوا بهاد الامه هذه، يصنعوا فيها العبث، فهمتي كيفاش؟ ما يخليوهاش واحد الامه عندها كتعيش الاستقرار ستابيليتي باش تقدر تبني راسها. خصنا نخليوك دائما موشوش، دائما عندك اسباب تجعلك تبقى في دوامه التخلف، فهمتي كيفاش؟ جيب الارهاب، جيب الفوضى، جيب الصراعات الحدوديه، جيب الخلافات الإثنية الطائفية، هادشي كامل داخل أخوتي في المخطط. لا تحدث أمور بالصدفة في أوطاننا،
كل شيء مخطط له، وغير بنادم اللي مسكين عنده العقل ديالو مشبر بزاف ما كيفتحو شي، هذاك هو اللي كيجيب له الله، هذاك الشيء اللي كيشوفه في الجزيره هو اللي كاين، فهمتي كيف؟ ما هي مخططات اخوتي. واحد الأمة عندها تاريخ، واحد الأمة عندها كيان، واحد الأمة عندها وجود، ها؟ ضارب في أطناب التاريخ كما يقولون، ها؟ ما كاينش اللي يقدر ينكر التاريخ ديال المسلمين أخوتي، ما كاينش. على كل الأصعدة، سياسياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً وحضرياً، دابا هما كيشوفوا بأن هاد الأمة هادي ما خليوهاش تفيق، ما خليوهاش تفيق، خصنا دائماً نخليوهم عندها الشك في راسها وما عندهاش اليقين وكتحقر راسها براسها. هادي كاملة مخططات اخوتي، مخططات. ملي كتفكر مزيان وبعمق كتجبر اخوتي هادشي راه ماشي ظلم، نو نو نو، هو التاريخ عامل هيدا، فهمتي كيفاش؟ كاين شي حاجة اسمها الصراعات الحضارية أو الصراع الحضاري، أقوام يحكمون العالم اليوم صافي، إلا طاحوا كيجيو آخرين يحكموا. الحضارة الغربية اليوم نقدر نقول لكم بأنها استفدت من الحضارات السابقة التي سقطت، وبالتالي فهي كتبغي تضمن الاستمرارية ديالها، ولكن استمرارها شيء يخالف الحقيقة التاريخية والطبيعة التاريخية، ما يمكنش يستمر، لأن كل حضارة كتبدأ بالميلاد ثم كتكبر ثم كتوصل للقمة ثم تبدأ بالانحدار. هذا الشيء اللي كيوقع للحضارات، وهذا الشيء اللي غادي يوقع للحضارة الغربية. يعني هذه مسائل معروفة بلا ما نبقاو نحمقوا الراس ديالنا، فهمتي كيفاش؟ هذه مسائل طبيعية وتحدث في كل العصور وفي كل الأزمنة ومع كل دولة، فهمتوا كيفاش؟ دابا هما مثلا كيشوفوا بان الصين كتهددوا، ها؟ الصين راها تهديد مباشر للحضاره الغربيه. نعم، على كل اصعده، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، فهمتي كيفاش؟ يعني هذا الشيء اصبح واضح. الصين تغزو العالم الان، الاسواق العالميه، وكتصنع الاشياء وكذا، ها؟ انتما كتشوفوا بالون صيفطاته فوق امريكا بقى سيمانه هو كيتجسس عادك، والصين دابا كتقول غادي تصنع الشمس. كاين شي حاجه اكثر من هذا، الشمس باغا تصنع لكم، وزيد عليها التهديد الروسي، وزيد عليها النهضه الاسلاميه. كيشوفوا عاوتاني كيشوفوا بانه كاينه واحد النهضه اسلاميه بقياده محور المقاومه، كيشوفوا الشعوب بدات تستيقظ من سبات نومها، المسلمين بداو كيعرفوا الدين ديالهم الحقيقي، وبداو كيعرفوا المحاور اللي كدافع عليهم، وبداو كيعرفوا المطبعين اش كيسواو والخوانه اش كيسواو. إذا هاد العوامل كاملة مجموعة كنخرجوا بواحد النتيجة، أن هاد الخطوات التصعيدية والاستباقية اللي كيقوم بها الغرب يعني عقلانية، ماشي كنقول لكم عادلة ولكن عقلانية، أي وجود كيدافع على الوجود ديالو، تفهمنا؟ بالحق المخزن ملي غادي يتجرأ، راه أنتم ما سمعتوش شنو قال عبد المجيد تبون العام اللي فات، عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري حلف على المباشر. على المباشر قال والله وزغبوا من الله وداروا شي حاجه حتى ندخلوا في، يعني انا ماشي كنقول شي حاجه من راسي ولا، قال لك عندي مسيرات متطوره، هذيك المسيرات المتطوره عندك المخزن، وغير مشي انا اقول لك شي عزب صافي، يلا بسلام عليكم.